بسم الله الرحمن الرحيم. موجز الأخبار من قناة سهيل، مرحبا بكم. دشنا رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر اليوم من العاصمة المؤقتة عدن الحملة الوطنية لاستئصال شلل الأطفال وحملة الفرز التغذوي للأطفال في جميع المحافظات. رئيس الوزراء شدد على ضرورة الوصول إلى كل أطفال اليمن. من جهته أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم أن الحملة تستهدف أكثر من 5,300,000 طفل دون سن الخامسة وتشمل كل محافظات الجمهورية. قتل 6 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع وأصيب آخرون في معارك مع قوات الجيش الوطني بمحافظة الجوف. مصادر ميدانية قالت إن قوات اللواء الأول حرس حدود أفشلت محاولة هجومية للميليشيات في حرشة الراكة بجبهة خب والشعف، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين أجبرت فيها الميليشيات على الفرار. في محافظة البيضاء هاجمت المقاومة الشعبية اليوم مواقع لميليشيات الحوثي والمخلوع في جبهة الصفراء بمنطقة ذي مضاحي بمديرية الصومعة، وأكد مصدر ميداني أن هجوم المقاومة أسفر عن سقوط 6 من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح. نظمت رابطة أمهات المختطفين اليوم وقفة بمدينة مأرب للتضامن مع السجناء المختطفين في السجن المركزي بصنعاء الذين اقتادتهم ميليشيات الحوثي يوم أمس إلى جهة مجهولة. ونشد بيان للرابطة الحكومة الشرعية والمنظمات الحقوقية الدولية ومبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ التحرك العاجل لمنع الحوثيين من نقل المختطفين وإخفائهم ومحاولة ارتكاب أي جريمة بحقهم. قال السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر إن الحل في اليمن يجب أن يكون مبنياً على 3 أسس تتمثل في وقف القتال وعدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة ومرحلة انتقالية تمثل كل اليمنيين. وأضاف في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن بلاده تعمل مع شركائها في المنطقة ودول أخرى على تحقيق سلام يوفر لليمنيين العاديين حياة مستقرة ومزدهرة. هذا والتقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم في العاصمة السعودية الرياض بالمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وناقش اللقاء جهود تحقيق السلام في اليمن. ويأتي اللقاء ضمن الجولة الحالية التي يقوم بها ولد الشيخ بهدف إحياء مشاورات السلام اليمنية المتعثرة منذ أكثر من عام. نفذت الشرطة العسكرية بمدينة تعز اليوم حملة أمنية ضمن جهودها في تثبيت الأمن وتطبيع الوضع الأمني في المدينة. وكانت قوات الجيش الوطني من منتسبي اللواء 22 ميكا تمكنت اليوم خلال عملية نوعية من إلقاء القبض على المدعو هاشم الصنعاني و7 من مرافقيه في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز. وأوضحت قيادة اللواء 22 ميكا في بيان أن الصنعاني أحد أهم المطلوبين أمنياً ومتهم بارتكاب عدة جرائم وانتهاكات. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله.